صاحب القرعه اللي هو غيكون كل يوم خميس على راديو اسواس. ودابا في هذه الوقيته شنو غادي تربحي معنا؟ غتربحي معنا سلسله ديال الذهب. اييه سلسله ديال الذهب القيمه ديالها 60000 ريال. وباش نزيد نفرحك السلسله ديال الذهب راه القيمه ديالها اكثر بكثير من الثمن ديال الماكينه ديال التصبين العاديه تكفيجن. كانت من حد موفق للجميع. وباش نزيد نفرحك على لا اكثر بغيت نقول لك بانه في نهايه المسابقه كتنتظركم جائزه كبرى. شنو هي؟ عمره لشخصين والهلا يحرم شي واحد من زياره ذاك المقام. عمره لشخصين كامله المصاريف. حد موفق للجميع. ودابا الحاسوب قدامي غادي نمشيو باش نديرو السحب ديال القرعه وغادي نشوفو شكون هو الرقم اللي غادي تختار. عبد الرحيم المخرج ديال البرنامج هو غادي لونسي من عنده السحب ديال القرعه في الحاسوب. ونقولوا على بركه الله. شوفوا شكون الرقم صاحبة أو ربما صاحب الرقم. ماكينة الصابون ممكن يشريها الرجل لمراته وممكن يشريها المرأة لراسها وعلى أهين. المهم حنا تصبن وتسهل علينا الحياة. واليوم تمشي لالا رابحة معنا من أصوات في مسابقات تيك فيجن. والحاسوب كيختار لنا رقم وكنتمناو إن شاء الله تعالى يكون تيسير. وكنذكر بانكم معنا مباشره على راديو اصوات وبرنامج المراه والاسره حديث مغزل ووقت المسابقه تيك فيجن. اختارينا الرقم. عبد الرحيم حبيش المخرج مشكور غادي يربط الاتصال بالرقم اللي تم اختيار ديالو. هو الحاسوب اللي كيختار ماشي حنا اللي كنختاروا الرقم. هو الهاتف يرن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور. صباح الخير. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي دايره مع الصحة؟ الحمد لله. العائلة كل شيء هو هذاك؟ كل شيء بخير حبيبي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. دابا انت غير اللي اتصل بك تتستقبلي بهذه الابتسامة وبهذه الضحكة ما كاينش مشكل. في ضروري أخرى تكون غير في الخدمة زعما. راكي في الخدمة؟ شنو الخدمة؟ شنو الخدمة ديالك؟ أستاذة؟ ايوا لالا الله يوفقك مع الوليدات. هنا مستوى كتقري؟ امين. كنقري الاول والثاني. ابتدائي؟ ابتدائي. واش عرفتي شنو هذا المستوى؟ ترى ما ساهلينش كيبغوا بزاف ديال الخاطر. بزاف والله الا مسامرة ومجهود حق ولاد التسعين ساعة من ضروري. والحمد لله. شوف هو عمل خدمة ولكن فيه بزاف ديال الاجر فتبارك الله. تحية ليك ولكل رجال ونساء التعليم. دابا حنا هضرنا ودينا وجبنا انا وياك في الهضرة. انا ما عرفتك وانت ما عرفتيني. لا ولكن القلب كيرتاح ضروري. الله يكبر بك. دابا واش عندك شي فكرة؟ عرفتي شوية ولا ما عرفتيش؟ خذبيني من فكرة صراحة. عين ولا كين وكين خايفة لا تقولي شي حاجة. دابا أنا نسولك شاركتي في شي مسابقة؟ شريتي شي حاجة مؤخرا؟ شريت واحد الحاجة مؤخرا. شنو شريتي؟ شريت ماكينة ديال الصابون ديال تيك فيجن. إيوا لالا مزيان. إيوا دابا راه حنا اللي معيطين لك ولكن حنا معيطين لك من راديو أصوات. برنامج المرأة والأسرة حديث بغزل. حديث بغزل. كنسمعوا هذا البرنامج بزاف غزال ما شاء الله. مرحبا بك. دابا غتشرفيني بالاسم والمدينة. أنا ياسمين. من مقسم كبير. أيوا مرحبا. وأنا لمياء من أصوات. ما شاء الله متعرفين حي بزاف. الله يكبر بك. طيب أنت شريتي الماكينة ديال التصبين تيك فيجن. شريتيها غير هذا الأسبوع وشاركتي في المسابقة. مشاركة في مسابقة. ايوا لالا منها على الله. ايوا على الله. شوف راه الانسان يدير غير النية ويكون الخير. صح والله الا داكشي اللي كاين. واللي بغيت نقول لك ياسمين باش ما نطول شيء عليك وانت عندك الوليدات ومسؤوله عليهم بغيت نقول لك لالا اصوات وتيك فيجن تيقولوا لك الف مبروك لانك فزتي معنا بسلسله ديال الذهب القيمه ديالها 60000 ريال. بصحتك وراحتك ياسمين. شكرا بزاف. الله يخليك اختي الله يكبر بك. والله عرفتي كنت محتاجه بزاف. وشكرا لهاد الشركه وشكرا راديو اصوات. والله بارك الله فيكم وبصحتك وراحتك. هنيئا ليك. وكنتمنى لكل كل الاخوات اللي شاركوا معنا في المسابقه حظ موفق الاسبوع الجاي في نفس التوقيت دائما على اصوات كل يوم خميس مع 11:30 كيكون السحب ديال القرعه. خليتكم على خير.